عشان نحتاج نشتري ده عشان خاطر نوصل الشروط بتاعتكم. ما عادش تقول لنا باذن الله هحطهم عشان كده عشان تبص عليهم. مفيش مشكله اهو معاك بقى اهو محتاجين. محتاج بس ايه واحد واحد وتطور طريقه. يقول لي اشترك هو ده مش فيش ملعب هو ده تمام؟ اشترك في جروب وعمل ايه؟ يعني كل واحد فيكم كتبه ايه اللي هو عمل؟ شارك بايه؟ بدا الفكره ازاي؟ ساهم مع زمايله من الكورس يطلع بالشكل دوت كده ازاي؟ فمين يبدا ايه؟ يبدا هنا القصه. الله يعافيك. اتفضل. ايه عندي قصه ولكن انا اقول البدايه بدات ازاي؟ الفكره بدات ازاي؟ اول حاجه انت عارف الايم بتاعك، الايم بتاعك لما تكون من صراحه اهم ثلاث حاجات، ان هو يبقى فانكشنال ان هو يقضي غرضه، مثلا لما بيقعد ما يقعدش. ثاني حاجه ان هو يكون مريح، ان هو اللي يقعد عليه يكون مرتاح، ان هو كمان غير ان هو بيأدي غرضه ده هو كمان للناس اللي عندها مشاكل في ظهرها ان احنا شايف ان هو انكلاين شويه بحيث ان هو لو حد عنده مشكله في ظهره يقدر يسند عليه وهو قاعد تمام. وثالث حاجه ان هو يكون لايت ويت، يعني ان هو ما بيبقاش موجود ان هو يعني يقدر ان هو يسند عليه تمام. بس ده اول حاجه. بعد ما حددنا يعني خلاص حددنا الايه طبعا زي ما يعني قلنا الريكويرمنتس بتقول ان احنا يبقى اللي هي ان هي ايه هي كارد بورد من غير اي تيكنج يعني سورس تمام. ويكون في نفس الوقت يعني ننسق فكره ان هو يعني هو اصلا كارد بورد يعني ده حاجه يعني بيزك قوي يعني نصفه كده ان عادي الناس اللي هي ما عندهاش قوي الماتيريالز تقدر ان هي تعمل كرسي وتقعد عليه ويبقى في نفس الوقت شكل حلو ويقدر ان هم يحطوه في الفرنش بتاعهم كده تمام. و اي حد عاوز يكمل وراه يكمل يقول اشترك في ايه ساهم في ايه يعني من غير ما تلاقي الورق اللي هو في قلبه يقول هنسمعك يعني هنبدأ بقى في يعني ماشيين فيزيك يعني هي بدأت أول إزاي ديزاين وكده. الأول كنا مختارين كذا ديزاين تمام. ممكن حضرتك تشوفهم لو يعني الأول حطينا كذا ديزاين قدامنا إن إحنا نختار منهم حاجة منهم. يعني ده الصراحة قلنا إن هو هيبقى صعب قوي إن إحنا التقطيع بتاعه يبقى عادي من غير ليزر، فقلنا إحنا عايزين حاجة نكون عاملينها بإيدينا وأظن إن هو ما كانش ينفع إن إحنا نعمل بليزر بس قلنا ده يعني هو كان احنا شفناه كتير قوي في الجامعه. يعني احنا بدانا بعد ما الناس كتير بدات فاحنا شفنا كورس ده كتير قوي هو كرر كتير فقلنا يعني هو نعمل حاجه ما اتعملتش. انتوا غيرتوا وعملتوا فكره مختلفه شويه بالظبط. يعني احنا شفنا حتى ده احنا ما عملناش زي ده بالظبط. عاوز تقرب شويه وتزوم ان زوم ان كده يعني عايزين نرجع تاني يطلع اللي هم عاملينه وبعد الافكار اهي ده شغل 100 100 والله جاي معاك اشوف كده. يعني احنا حتى اخترنا الكرسي ده بس ما عملناهوش هو بالظبط، يعني احنا اخترناه من بره كان ان احنا نعمل حاجه شبهه. يعني ايه بقى التعديلات اللي عملتوها؟ برزنتيشن بصراحه بتكلم اسمع بقى منه عشان ما اتكلمتش قول لي ايه التعديلات. بص اول حاجه بس عملنا البروتوتايب ده سميناه حوش اللي هو كان جرب فيه بس الاول يعني ده اسمه حوش. يعني احنا حسينا ان الكرسي يعني فيه عمل يجي بس عليه واحنا الارض عشان الواحد بقى مستريح. وعلى بس عملنا كنت شارك معاهم في ايه؟ شاركنا معاهم في احنا كلنا شاركنا عملنا في الكرسي عامه قعدنا مع بعض عشان نقطع وعشان اسمه ايه ده؟ نبتدي في الكونستراكشن فيس قطعنا بخطر يعني جبنا كذا كل قناعات قطر يعني عامه الاثنين اشتغل في حاجات كتير. يعني الكرسي احنا عملناه تقريبا على اثنين بورتس اخذ منكم كام يوم؟ هو اخذنا مننا اول يوم قعدنا مثلا 5 ساعات بس منهم 3 ساعات بنختار الديزاين. هو احنا تقريبا قعدنا 7 ساعات توتال. احنا كنا اشتغلنا فعلا كتير 7 ساعات. احنا كنا بنحاول نعمله في وقت قصير بس يطلع احسن. ده كان تشالنج بالنسبه لنا ان احنا نعمله في وقت تقريبا ما حدش عمل الكرسي قبل كده. عملتوه بقى في البيت ولا هنا؟ في البيت. حبيت ونقلتوه ازاي هنا؟ عربية. اثنين قريبين يعني. يعني اتجمعتوا في البيت؟ قاعدين في البيت. بالعربية؟ داخل جوه العربية؟ عايزين حد بقى من الولايه يقعد يجرب كده. رايح دكتور انت رايح دكتور احنا عملنا سيرش الاول على ان هي تكون من الظهر. ايوه احنا تحضرنا هي قالوا ان هي تكون من 95 ديجري ل 105 عشان يكون الواحد قاعد مرتاح. يعني انا بس انا فهمت هو المسندين دول عشان دول مدين فخامه كانه كرسي بوهيم. دول بس مجرد مسند ولا في استحمام يعني ممكن تبقى توب هولدر مثلا لو واحد قاعد ماشي بس كده. الديزاين وبدانا فيه اكتشفنا ان الكرسي خفيف جدا من جوه ما كانش ماسك عشان التعشيقات ما كانتش اول حاجه. يعني كان بالنسبه لنا ان احنا هنعمل الجناب وهنعمل الكتاب بس جينا في النص
شفنا ان هو هيبقى ضعيف جدا في التحمل، عشان لما عملنا على الخط الضعيف ما كانش فيه، يعني كان شكله ان هو هيكفي، بس لما عملنا كبير بعد كده ان هو فكرنا ان احنا نعمل التعشئات اللي تحت، وفكرنا ان احنا مثلا نعمل تعشئات نعلي يعني هي العاديه، لو فكرنا ده هيكون فيه تعشئات جوه ومنها مثلا يعني ممكن نطلع فوق هنوصل تبقى دراع احنا، يعني هي استعملها مثلا اثنين وقلنا احنا هنستعمل بالظبط كنا بنحل مشكله بس طلع كده بنحل فكره ان هو ضعيف، قررنا ان احنا نرفع ال هل دي فكره وانا يعني ما طلعت عليه حاجه هو ده اصلا ده كان في دماغي وانا استعملت بالظبط، يعني هي فكره كنا بنحل مشكله بس نسيت قررنا ان احنا نطلع بفكره جديده، يعني احنا جنريت يعني احنا اول شفنا مشكله فقعدنا نفكر ازاي نحلها، ما كده لقينا كذا سوليوشن واحنا بقى بنعمل سوليوشن لقينا فكره جديده طلعت لنا ان احنا نعملها. اخر بقى حاجه عاوز اسالها، شايفين الكورس دوت ينفع مين؟ مين يصلح ان هو ياخده؟ يعني بتستهدف مين؟ طالب مثلا في مدرسه صغير او طالب في جامعه كبير او حد لا قدر الله في مستشفى او حد مثلا زي في البيت قاعد في بلكونه، يعني ده بيستثمر مين؟ هو بصراحه انا حاسس ان هو يعني ممكن يتحط في البيت حاجه كمثلا كشكل، ولو الدنيا زنقت فهو الكرسي يستحمل، يعني لو في عدد كتير يعني ممكن مثلا يتحط معاه ناحيه الصالون، لا الصالون اللي هي الحته اللي ما فيهاش عدد كتير في الصالون ممكن يتحط في الصالون، عشان لو حد مثلا هنا ده مثلا بيتحط عليه طب يعني هتقدر تحط لي اي حاجه سايت خاطر ثانيه يعني مين هياخد الكورس ده على ما خلص؟ ايه ده حضرتك عنده؟ انا احنا طبعا هنشوف دكتور مصطفى عشان خاطر القصه المعرض، انا بتكلم يوم المعرض ده خلاص هم قالوا خدوه، مين اللي هياخد؟ انا هاخده عشان الصالون بتاعنا نفس اللون نفس اللون، انا هاخد الكورس. ايه خناقه ثانيه طب خلاص اسبوع واسبوع نجرب يعني احنا قلنا نعمل التعشيقات دي ممكن خفينا نستحمل ولا لا، فعملنا واحده صغيره كده وقعدنا فيديو كتير يعني احنا كان ماشي معانا واحده واحده يعني مش قادر مع تجربه ان هو الدنيا كانت بتظبط معانا يعني احنا دلوقتي هنصور مع بعض بسرعه معايا، بس انا على الاخر بشكركم على تعبكم ومجهودكم على مدار السنين كلها، بس انا بقى بسرعه معايا مع بعض وحكش لازم يبقى